مشاهدينا الاعزاء ينطلق على بركه الله وحفظه الشوط السابع في هذه اللحظات. والانطلاقه تمت وارى كما تشاهدون اعداد كثيره تشاهد في هذا الشوط، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الاقبال الجماهيري ونجاح هذا السباق المحلي السادس الذي يدشن وينطلق في هذا اليوم. وتعطى ايضا اشاره البدء، كانت الانطلاقه مع الفتره الصباحيه واشواط البكار، بينما هذا الفتره المسائيه انطلقت على بركه الله وشاهدنا الشوط الاول الرئيسي ذهب الى حبيب والى علي بن فراج المري. إذن الانطلاقة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء تمت، ومقدمة الشوط مع بطاش لفاران بن عتيق بن قراع يسيطر على المركز الأول، وعلى مقدمة الشوط المركز الثاني اللي ينطلق ويتسلل الرياض إبراهيم بن محسن الخوار اللي يليه، وأيضا يتسلل ويتدخل على اللي في المركز الأول اللي من الجانب الآخر محمد بن معتوق العامري من واقع الشعار، نقله إلى المركز الرابع. يصل مهيب لمحمد بن عبد الله بن ديله وانقضى أول كيلو متر. المركز الخامس والأخير المسموح له بالنداء والإذاعة هملول لظافر بن حمد الدوسري، وعودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. يا سلام من ينطلق هنا، مهيب لمحمد بن عبد الله بن ديله المري، روح يا بن ديله روح 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 مع مهيب. وهذه الانطلاقة المهيبة التي تجعل وتدع المرء يقف احتراما لهذه الانطلاقة الرائعة مع انطلاقة مهيب. يا سلام يا مهيب، مهيب ينطلق ويسيطر على مقدمة الشوط لمحمد بن عبد الله بن ديله، ولكن أنت محاط بخطورة يا بن ديله من الجانب الآخر. هنا شاهين لمحمد بن معتوق العامري، وبطاش يريد البطش بهذا الشوط، يريد البطش مع ال 1400 متر الاخيره. فاران بن عتيق بن قريع ايضا يصل هنا، ارهاب لحمد بن راشد بن رايه المري المركز الرابع. يا سلام، يختلط الحابل بالنابل شاهين لسالم بن عنزان النعيمي، ايضا ارى الدخول القوي من شعار بن قمره، شعار صالح بن حمد القمره مع براق او لسالم بن حمد بن جهويل. هذه النتيجه ايها الاخوه، واختلط الحابل بالنابل، عوده الى شعار بن رايه. ارهاب يا سلام يا ارهاب، ارهاب لحمد بن راشد بن رايه المري يسيطر على كل هذه الاعداد الهائله، على ال 38 في هذا الشوط الشديد، في هذا الشوط القوي والركض فيه شده والركض فيه غلظه. الكيلومتر الأخير كيلو الامتحان الذي تكرم بعده الذلل أو تهان. يا سلام يا إرهاب، وسلامي عليك يا مالك إرهاب. يصل هنا اسم خطير، يصل مغامر لمحمد بن مبارك الكاموخة. يا سلام يا مغامر، يا سلام يا مغامر، ينتزع المركز الأول في هذه اللحظات، في هذه اللحظات أيضا. يا سلام أيضا شعار بالأخن يتسلل إلى خامس المراكز، ولكن عودة، عودة أيها الأخوة إلى مقدمة الشوط. إرهاب من الجانب الآخر عاد، عاد إرهاب لتطحن المعركة على تحقيق الناموس في هذا الشوط. ومغامر صامد، مغامر لمحمد بن مبارك الكاموخ المركز الثاني. إرهاب، إرهاب لحمد بن راشد بن راية المركز الثالث. براق لسالم بن حمد بن جهويل، وأيضا الشوط ولع، وعاد إرهاب، عاد، عاد إرهاب مرة أخرى ليثبت الوجود وليقول الكلمة أنه أقوى المشاركين في هذا الشوط. يا سلام يا إرهاب، يا سلام يا بن راية. حمد بن راشد بن راية يصر على انتزاع الشوط وعلى المركز الأول، ولكن لا فكاكة من الكاموخة، ما في فكة من الكاموخة. مغامر يعود مرة أخرى، وأيضا وصل بن حفار، وصل بن حفار وبن جهويل، وصلوا بن حفار وبن جهويل، تغيرت الأسامي في الأمتار الأخيرة. بن سهيل يا سلام، بن سهيل فريد، حمد بن سهيل الحفار ينتزع هذا الشوط والنقطة الثانية لهذا الشعار. يا سلام، تهانينا والناموس لمالك فريد حمد بن سهيل بن حفار المركز الثاني. مغامر لمحمد بن مبارك الكاموخة المركز الثالث. براق لسالم بن حمد، لسالم بن حمد بن جهويل المري المركز الرابع، رابع المراكز. إرهاب لحمد بن راشد بن راية المري والمركز الخامس.
دخول جماعي على خامس المراكز. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الشوط. شاهدنا المعركة الطاحنة على تحقيق الناموس وعلى المركز الأول. تشاهدون هنا مغامر وأيضا من الجانب الآخر إرهاب عندما كانت في أيضا معركة قوية على تحقيق الناموس، ولكن فريد هو بالفعل من انفرد في اللحظات الحاسمة واللحظات المناسبة وانتزع كما تشاهدون. يصل إلى خط النهاية فريد قاطعا مسافة الثلاثة كيلومترات في توقيت زمني ممتاز، 4:44 و32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن سهيل بن حفار المري المركز الثاني. مغامر قطع المسافة مغامر في 4:44 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك الكاموخة المري أيضا قدم عرض يشكر عليه مغامر المركز الثالث. ثالث المراكز براك قطع المسافة في 4:44 و88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك براك سالم بن محمد بن جهويل المري. بين